طب احمد، عايز اسالك انت بقى بشكل شخصي، لو جالك عرض وانبي موافق عليه من الزمالك ومن الاهلي والاثنين زي بعض بالظبط، تختار مين؟ انت حضرتك خليك مكاني، هترد هتقول ايه؟ اختار اي، اختار الاثنين. السؤال مجاوب بعض اهو. اختار الاثنين. انا قلت يمكن انت، انا قلت يمكن انت ليك رغبه واضحه يعني. انا انا بكلمك بمنتهى الصراحه والله في كل حاجه، بس دي انت حضرتك، انا انت حطيت نفسك مكاني، قلت لك اختار ايه؟ قلت لك اختار الاثنين. صح صح بصراحه. طبعا ان ما حدش يقدر اتكلم من اللي هو الاهلي والزمالك اللي هو يقدر يعني الناديين، بس عارف عارف هناقشك يا احمد فيها، دي نقطه مهمه جدا. احيانا اللاعب لو انا مكانك يعني ومهاجم جيد جدا، هبدا اشوف مين النادي اللي محتاجني في مركز ده اكتر. مش انا بحب اهلي ولا زمالك، انا مين اللي محتاجني اكتر. فانت شايف مين اللي ممكن يكون محتاجك اكتر؟ دي عندك حق. هو يعني الناس يعني اللي بيبقى شارينك بيبقى بيبان، اللي هو يعني الناس اللي لما بتبقى بتكلمك وشارينك وانت بس مش حد بيشتري لعيبه يا كابتن غير لما يبقى محتاجه قوي. صح. فدي بتبقى بتاعتك انت بقى، انت بتشوف يعني الانسب ليك ايه. اه. وتقدر ان انت تلعب مع الفريق ده وتبقى الدنيا معاك كويسه احسن من الثاني، فده تقدر تبقى محتاجه شويه وقت برضو. الناديين كبار طبعا، اكبر الناديين في مصر وافريقيا. دي بتبقى محتاجه يعني بتشوف الانسب ليك ايه. لو سالتك من سنتين فاتوا كنت تتوقع انه تبقى انت حديث كل الانديه في مصر تقريبا دلوقتي، تحديدا اكبر ناديين في مصر الاهلي والزمالك؟ والله حضرتك انا اول يعني من سنتين ما كنتش بلعب. حضرتك عارف كنت مقصه وما لعبتش، والشرقيه صح وسيراميكا ما لعبتش، فالواحد كان مركز وكان واثق في نفسه وامكانياته اللي هو يعني مش فرصه يعني ربع فرصه تجيله بيقدر يمسك فيها. فالحمد لله ربنا كرمني ان انا رحت نادي انبي، نادي كبير طبعا طبعا. ولما جالي انا بصراحه ما ترددتش، الناس محترمه فعلى طول وافقت، والناس بصراحه شاريني وقدرت ان انا ماشي معاهم بصوره كويسه. كنت مركز دايما ان كل كوره كل فرصه يعني بالنسبه لي اخر حاجه بالنسبه لي. عشان كده ربنا كرمني واجتهدت بالتمرين قبل الماتش، و كنت واثق في نفسي ان انا ان شاء الله ابقى حاجه كويسه. صح. فكرم من عند ربنا طبعا، ودعاء والدي ووالدتي طبعا بعد ربنا. صحيح.